هذا ويعد مجلس التنسيق البحريني السعودي المظلة التي يتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام. نعم، ومن أهداف المجلس زيادة التنسيق والتكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين. مجلس التنسيق البحريني السعودي يشرف هذا المجلس على جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويمثل المجلس عدداً من اللجان التي تهتم بتطوير أوجه التعاون في كل من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والاستثمارية والاجتماعية والحيوية بين البلدين. يعتبر هذا المجلس التنسيقي عنواناً لعمق العلاقات الخاصة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومن أهدافه زيادة التنسيق والتكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين وتشجيع حركة التنقل بين المواطنين بأحدث طرق التنقل والمواصلات والآليات الحديثة وإلغاء القوانين والأنظمة التي تعطل الحركة بين الجانبين، مما يساعد على تسهيل التنقل بينهما من خلال المعابر البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للاستثمار لتعزيز المواطنة وتمكينها من أجل قيام كيان اقتصادي متكامل يعود بالنفع على مواطني البلدين. المجلس التنسيقي البحريني السعودي يركز على الكثير من الملفات، منها الاستمرار في طرح المشاريع التي من شأنها تطوير الحركة على جسر الملك فهد، حيث أن هذا الجسر يساعد البلدين على تسهيل وتوسيع وتنويع حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى متابعة مشروع جسر الملك حمد والذي سيكون جزءا من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك اقتصادي لمملكة البحرين بفضل العلاقات الراسخة بينها وبين البحرين، والتي أثمر عنها العديد من المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة، فقد ارتفعت نسبة التبادل التجاري للسلع غير النفطية ما بين البلدين منذ بداية 2021 وحتى أغسطس نحو 13% عن العام الماضي بنفس الفترة. وتبقى هذه العلاقة القوية التي تربط البلدين تشكل محوراً رئيسياً في رفض التنمية الاقتصادية المثمرة للطرفين بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة.